ويني كما قلت هناك روميرو هو الذي يستعد للدخول. هذه محاولة مرة ثانية لمصلحة المنتخب السلوفيني، خطرة في المرمى، جول سلوفيني، هدف سلوفيني عن طريق اللاعب الرائع وهو تشيميروفيتيتش، سباستيان تشيميروفيتيتش، لاعب خطير جدا، لاعب ليتش الايطالي، واللي يسجل هدف التدليل للمنتخب السلوفيني، وفعلا هو الذي دخل التاريخ الان، وفعلا نهاره سعيد بالنسبه لتشيميروفيتش الذي يسجل هدف يجعله يدخل تاريخ او جعله يدخل تاريخ الكره السلوفينيه، ويكون الهدف الاول لسلوفينيا في تاريخها في نهائيات كاس العالم. وهذا هو ايضا تشيميروفيتش او تشيميروفيتش سباستيان تشيميروفيتش. اذا دخول التغيير طبعا دخل من المنتخب الاسباني. مشاهدينا الاعزاء في هذه الاثناء مكان اخوان فران روميرو.